وللمزيد من المتابعة والتفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن مجهودات كبيرة في ثالث أيام عيد الفطر، برغم أنه إجازة رسمية إلا أن المعبر يعمل على قدم وساق لاستقبال هذه الشاحنات وإدخالها إلى الناحية الأخرى للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن الأرقام حتى الآن، حتى هذه اللحظة بينما نحن نتحدث الآن وهي قابلة للازدياد في أي لحظة لحركة عبور الشاحنات. نتحدث عن معبر رفح دخل من خلاله 50 شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة ل يعني عدد آخر من الشاحنات دخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، وهو 77 شاحنة دخلوا بالفعل، يصل إجمالي الشاحنات حتى الآن إلى 127 شاحنة وهي قابلة للازدياد. بالإضافة لذلك أيضا واحدة من أهم الشاحنات هي شاحنات الغاز والمواد البترولية، دخل بالفعل 4 شاحنات إلى الناحية الأخرى من قطاع غزة. هذه هي أهم الإحصاءات الخاصة بالشاحنات، ولكن أيضا بالإضافة لذلك الحديث عن استقبال المصابين والأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية المختلفة من العريش وبئر العبد وغيرها من المستشفيات في المحافظات الأخرى التي حددتها يعني وزارة الصحة. نتحدث عن 22 مصابا حتى هذه اللحظة، وهذه الأرقام دائما قابلة للازدياد، حيث أن التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحد أدنى 300 شاحنة يوميا لقطاع غزة، وهذا ما حدث خلال الأيام السابقة حيث كانت الأرقام تتراوح ما بين 350 و370 و380، وفي بعض الأحيان كانت قد ممكن تصل إلى 400 شاحنة، والاحتياج اليومي لقطاع غزة هو ما يقرب من 500 شاحنة، هذا قبل الحرب، من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد البترولية وغيرها من المواد الإعاشية بشكل عام. ربما هذا أيضا لا يمنع استمرار استقبال مطار العريش الدولي للطائرات لتوزيع هذه المساعدات عن طريق الهلال الأحمر المصري وصولا إلى الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.